سلام يا زومبي، سي اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء ربي الكريم. هذا الفيديو غيكون تتمه ديال الفيديو السابقه اللي حطيتها لكم البارح، اللي كانت جوله في مدينه طنجه. اللي ديتكم معايا الكاب سبارتيل، شفنا المناره، شفنا الحديقه اللي حدا المناره، وشفنا ايضا غود ديركول وبزاف المناطق وحده اخرى. مدينة طنجة نهار واحد ما كافيش نهائيا ان احنا نضرو فيها ونشوفو اماكن اللي هي زوينة فيها، مي اللي بغيت نقول لكم ان احنا ما كناش جايين لمدينة طنجة، درنا فيها جوست ليسكال وحاولنا ندورو الوليدات واحد شوية، وخا كان صهد بزاف. كانت ليسكال لان احنا الوجهه ديالنا هي مارينا سمير. ديكو غادي الطريق اللي وريتكم غادي نمشيو من طنجه، غادي ندوزو على القصر الصغير، ودزنا اوسي على الميناء ديال مدينه طنجه، وهو واحد الميناء رائع انورم، هو اكبر ميناء في افريقيا. ان شاء الله غادي نوريه لكم، راه صورتو غادي نوريه لكم ان شاء الله. وهنا كل ما كنفوتو كنزيدو في الطريق، كل ما كنحسو بريوسنا كنعلاو على سطح البحر، كنستمتعوا بالمناظر الطبيعيه، كاين الجبال، البحر، لا فيردور، مناظر خياليه، كتحسوا بروسكم بحال في قلب ان طابلو. واصلا الا كانوا معكم وليدات صغار فاكيد غادي يعجبهم الطريق، واخا الطريق شويه بدات كتجينا كطوال، ولكن ماشي مشكل. وهنا دزنا على مدينه الفنيدق. مدينه الفنيدق هي مدينه تاريخيه لكونها تبعد على جبل موسى بن نصير بلمحه البصر، وهو محطه الانطلاقات الفتوحات والثقافة الإسلامية إلى أرض الأندلس. كترتفع مدينة الفنيدق على سطح البحر ب 150 متر، ومني غادي تكونوا ماشي لها ولا تصلوا لها غتحسوا بالفرق. كتبعد حوالي 33 كيلومتر على مدينة تطوان اللي هي الحمامة البيضاء، توجد على الضفة المقابلة لجبل طارق بن زياد. اسم الفنيدق هو اسم مصغر لفندق، حيث كان يوجد بالمدينة قديما، يحط به الرحال كل من مر بالمدينة ذاهبا أو عائدا من الضفة المقابلة اللي هي جبل طارق بن زياد. كل شيء كعيطوا لها الشماليين ولا حتى الناس الآخرين كعيطوا لها كاستيخو بسبليونية كاستيخو، اللي هي المعنى ديالها القلعة البعيدة. مدينة رائعة جميلة جدا. راه كيف كنقول لكم ان التصوير كيظلم بزاف 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 ديال المناظر، ولكن واخا هكاك رائعه بالاركيتكتور ديالها المختلفه، الالوان ديالها الرائعه. مدينه تستحق الزياره، غزاله. وعندي مع ذكريات ملي كنت صغيره كان بابا بزاف تيدينا للفنادق، فنخليكم مع هاد الصور الجميله ونكملوا مع بعضياتنا. وهنا كنخرجوا من مدينه الفنيدق الرائعه اللي قريبه اوسي لمدينه سبته ب 3 كيلومتر، فهي على الحدود ديالها. صافي كنكملوا الطريق ديالنا وغادي ندخلوا لوطوغوت باش نمشيو لمارينا سمير. مارينا سمير وهي من ابرز المناطق السياحيه الساحليه بالمغرب، واحد المنطقه اللي هي رائعه بزاف. بيان سور دخلنا لوطوغوت، غير واحد المسافه صغيره هكا في لوطوغوت، ومن بعد البياج غادي نخرجوا غادي نلقاو المكان اللي حنا ماشيين ليه مع الخرجه ديال لوطوغوت، يعني ما بعيدش بزاف. هنا محطه الاداء اللي كتشوفوا، ومن بعد غادي نخرجوا، راه صورت لكم بالتدقيق. هنا غير غادي نفوتوا البياج وصافي غادي ندورو غادي نلقاو سمير بارك، وهي البلاصه اللي حنا ماشي ليها. خدينا فيها ان اوتيل اللي هو ليسكال ابارت اوتيل، واحد الاوتيل اللي صراحه دابا ملي بديت كنقلب عليه في جوجل مابس ما لقيتش عليه تعاليق زوينه، وهي جاتني غريبه. بيتيت حنا مشينا دابا في شهر 5، الدنيا كتكون خاويه بزاف، الناس قالوا لنا راه الدنيا خاويه، كنتو محظوظين. هنا دخلنا من هاد الدخله ديال سمير بارك، انا غادي نعطيكم جميع المعلومات. هذه الدخله من هنايا، الدخله لوطيل هانتوما غادي يبان لكم الا بغيتو تسكرينيو، سميتو ليسكال ابارت اوتيل.
اللي من بعد غادي نعطيكم جميع المعلومات عليه، صراحة زويون وجا في منطقة رائعة غادي يعجبكم. كيف قلت لكم انا مشيت شهر 5 ما نقدرش نحكم عليه، كانت الدنيا على حسب ما كيبان ليا في الاوتيل ما كانتش الدنيا عامره بزاف، سوا لا بيسين كل شيء كانت الدنيا هي هذيك. من بعد ان شاء الله ما نحرقش لكم المراحل وغادي نعطيكم بالتدقيق كيفاش، وغادي ندير لكم جوله في لابارتمون اللي خدينا بيان سور. هذه كانت هي لا ريسبسيون، وفي اي مكان دخلنا الدراري كيجلسوا. هنا كانت لا ريسبسيون هي هذه، فيها ان ريستورون اوسي ولا ان كافي، المهم جي با في اتونسيون. ونوريكم هنا الدخله ديال لابارتمون، فوالا بحال استوديو. هنا تا جلست وحطيت داكشي عاد تفكرت فيها كويزين اوفيرت اللي هي صغيره، بعد غادي نوريكم كل شيء فيها. فيها الماشينا لافي، الميكرووند، الثلاجه، فيها جميع المستلزمات اللي غادي شنو سميتها ايمال كويزينيير. فوالا هنا طبيله فيها اربعه الكراسه، هاد لو بيتي صالون، وان تي بالكون، ان تي بالكون اللي غادي تخرجوا غادي تلقاو فيه. انا صورتو ليكم هنا تحطينا حوايجنا كيف قلت لكم، باسكو وصلنا عيانين هنا لا تيليفزيون. وهذا هو لو بالكون، فيه طبيله فيها جوج الكراسه، وفيها فين تنشروا حويجات ديالكم. هنا لي بلاكار كنوريكم شنو فيها، فيها لو نيسيسير الطباس، فوالا هنا الكوكوط بالنسبه لجات اون فامي كنظن في الصيف الناس اللي كانوا، فوالا كلشي فيها الا جاو بيان سور يطيبوا كلشي. بما ان كاينه الثلاجه، كاينه البوطه، كاين ماقشكم العوط، المهم كاينه البوطه اوتوماتيكمون، كاين العوط، داكشي مستف نقي. اهم حاجه اللي كنركز عليها انا في لي زوتيل واللي تنهضر لكم هنا اعزكم رب العرش العظيم، كاين هنا البلاصه فين تحطوا لا بوبيل ديالكم. فوالا هنا طبسيل كبير، احنا المغاربه ضروري كناكلو داكشي. وهذه لا شومبر كوشي، فوالا فوالا هنا ان تابي، وكاينه كاين البلاكار، الغطيان دو بلوس، لي زور دو بلوس، الخديات دو بلوس. فوالا اوتيل ليسكال، فوالا هادشي اللي كاين. حنا الدراري واخا وصلنا مع شي 5 وشي حاجه. وهذا اعزكم الله هي لا سال دو بان، فيها كيف قلت لكم فيها الدوش. هنا كيعطيكم بيان سور الفوطات، كل ما هو كل ما حاجه غتحتاجوها. فوالا كنوريكم داكشي كما هو نقي لدرجه كبيره، الفراش كل شيء، اي حاجه حطيتوا عليها راسكم ولا شميتوا الريحه ديالها فاون ديغي جديده جديده، حيت انا كنركز راه دائما الخديات كنخويهم باش نشوف واش مطبعين ولا فيهم شي واحد اللي كان ناعس ورعف وبقات. المهم بلا ما ندخل معكم في الديتاي، هنا لبسوا الوليدات لي مايو ديالهم وهبطنا باش نعوموا. هذه هي لا بيسين اللي كاينه ديال لوطيل، كاينه هاد لا بيسين، وكاينه بيسين وحده اخرى اللي فيها هكا لي طوبوغان ديال الوليدات الصغار. كنظن وقيلا ما صورتها لكمش هاد المره، مي غادي نصورها لكم في فيديوهات وحده اخرى. كنبغي كل مره نخلي حاجه باش هكا ما يجوش الفيديوهات كاملين كيتشابهوا. كنتسنى نوبتي في الدوش. قربتي يا احمد؟ قربتي يا ماما؟ صافي كملتي؟ يلا ماما نعطيك الفوطه ولا دخلتيها ديجا؟ مشي نعطيها الفوطه صافي. وكنظن غنعس عيت عيت. سلام ميزومبيسيون، سافا لاباس عليكم؟ كلشي على خير. انا جبت عليها بواحد العصه نعست. شحال نعست انا؟ دا ساعة؟ نو ماشي 45 دقيقة، فوالا نعست 3 كارد دور. دابا قديت الحالة، فقت صوبت شوية الشعيور، دوشت صوبت شعري، قديت الحالة،
ودابا غادي نخرجوا هكا نضربوا دويره غير هنايا. صراحه ما بغيتش نبعد باسكو فايقين مع الخمسة ديال الصباح. جو سوي كاو. هادشي اللي كاين. غنتسنى احمد يجي احمد وبابا ونتحركوا نشوفوا فين غنمشيو، لان الدراري جاهم الجوع خاصهم ياكلوا شي حاجه وصافي. شكوى على سمية ديال الفيل، كاينه كازابلانكا لابا، كاينه مراكش، وهنا كاينه وزان فوالا لابا. لابا وزان وهنا كازابلانكا. فوالا كاين هاد لا زون مراكش، كاين هنا لا سوبيريت، ومن غادي ندخلو من لا ريسبسيون باش نخرجو. لابا كاين طوبوغون، عاد كاين ان اوتر بارك. دابا كاين لابا كاين غير اون بيسين افيك لو طوبوغون، لا اكوا بارك لوط كوت. ريسبسيون. السلام عليكم. يلا ندى. فوالا هنا لا سورتي، هذا هو لو ريستورون اللي غادي نفطرو به، نفطرو فيه الصباح. وهذا الاكوا بارك اللي فيه لي طوبوغون اي تو. هنا كاين كاين بارك داتراكسيون وفوالا. مشو تضربو طليلة تشوفو كيفاش عامل. يلا فين تورن ان بو اون ديكوفر لي ليو كوم سا ابري اون اي با بيردو. داكوغ. الوغ ايسي سي نوتر او اكوا. ندى شوف لا تورتي وليداتها. كيوت. تو بو بيان سور تو بو لا توشي. La mer. D'accord. Donc, on a un hôtel. C'est l'escale. L'escale résidence hôtelière. Les ouvriers. كاين هنا ليسكال ماركت، وهاد لا زون اللي كلها دايره بالكرياج تبع تبع لوطيل. سينو كاينين دي زابارتمون ديال موليهم بوحديتهم. احمد مشى كيلعب. هنا كاين لي زانيمو اللي حمق عليهم. شكون هذا؟ شكون هذا؟ نو نو ليبوبوتام. وهادو لي فلامون غوز، وهادو كيف قلت لكم هذا هو لو ريستورون اللي ان شاء الله غدا غادي نفطرو فيه، وغادي نوري لكم لي ديتاي سينو في الاخر. نو احمد نو، نقول لكم لي ديتاي وفي الاخر بيان سور نقول لكم واش عجبني ولا ما عجبنيش، وغنقول لكم بيان سور الثمن. كيبان لاكوا بارك زوين. وي ماما وي وي وي. هاد لا زون سميتها سمير بارك، سميتها سميخ بارك. صافي دابا غادي نمشيو نمشيو نشوفو فين غادي نمشيو، شي بلاصه اللي نتعشاو فيها اللي تكون وهنا الوجهة هي مدينة
مدينة المضيق اللي سميتها رينكون باللغة الإسبانية واللغة الأمازيغية، يطلق عليها اسم فاغمات ومعناها هو الركن أو الزاوية على حسب الشكل ديالها كيف كاين، اللي غادي نوريها لكم أوسي في الخريطة وغادي تشوفوها. وهي واحد المدينة مميزة، مركز سياحي هام، ما تلقاوش بلاصتكم فيها نهائيا. ترتفع على، هي بعيدة على مدينة تطوان ب7 كيلومتر و23 كيلومتر على مدينة سبتة. مدينة مميزة، شكلها رائع، المعمار ديالها مختلف وغزال. ومن الأشياء اللي تار انتباهي فيها واحد الشكل غزال، الكنيسة اللي كانت مش حال هذا، وحدها واحد المسجد وكيشبهوا لبعضياتهم. فريمون مدينة رائعة، مشهورة بواحد الغيستورون فيها اللي هو لوريزون، ان شاء الله كنظن في الفيديو الماجي غادي نوريها ليكم. وهنا هبطنا للبحر، مشينا لاكوت ديالها ولتي قالك والو بغا يهبط، كان الريح بزاف. دونك مشينا لابسين حويجاتنا يعني سخيخنين، انا كاينين بزاف الناس جالسين في الرمله كيستمتعوا، كاينه الاضاءه، الدنيا ترونكيل، غزال غزاله فريمون زوينه بزاف. واستمتعت فيها، مشيت درت في البلايص اللي كاين فيهم المحلات وداكشي، ما صورتش، هانتوما كتشوفوا ما قدرش نصور حتى هاد الاماكن لان الدنيا كانت عامره بالناس. هنا مشاو الوليدات ياخذوا المايس، خدينا المايس ومن بعد مشيت كندور في المحلات التجاريه، كندورو قبل ما نقلبوا على ان ريستورون اللي نجلسوا فيه ونتعشاو فيه. كيف قلت لكم بغيت نستمتع اوستيتا انا بالوقت ديالي، داكشي علاش ما بقيتش مقابله غير كنصور. وهنا كالينتي كيقولوا له كالينتي، اللي هو فاس كيقولوا له شلوان. هنا كتصوب الدقيق ديال الحمص، رائعه رائعة رائعة، دلي عليها الكمون وبقيت كناكلها صراحة، حماقت عليها، أنا من العشاق ديالها سورتو ملي كنمشي لفاس كتعجبني هي شلوان. وحتى الناس ديال وجدة والمنطقة الشرقية كيقولوا ليها مشاتي السمية، كنت عارفاها ولكن مشاتي السمية ديالها كران شلوان كيلينتي. بالشمالية تيقولوا لها كيلينتي، كران تيقولوها الناس ديال وجدة. وهنا بقينا كنتمشاو المنطقة رائعة وعجبنا الحال. وبعد ذلك رجعنا للبلاصه ديالنا، وهنا لو لوندما تنصور لكم في الصباح. جيسبر دو تو مون كور ان الفيديو ديال اليوم يجيكم مفيد وتكونوا استمتعتوا واكتشفتوا واحد المنطقه جديده. كنت معكم ايمان، تلقوا فيديو ان شاء الله احسن من هذه. تشاو تشاو.